قراءة في الصحف الرياضية صدر اليوم نستهلها من أخبار اليوم التي توقفت عند تألق النجم المغربي حكيم زياش رفقة فريقه الجديد تشيلسي في مباراته الأخيرة ضد فريق شيفيلد يونايتد برسم الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت برباعية لرفاق نجم المنتخب المغربي. الصحيفة كتبت أن صاحب اليسرى الساحرة سرق الأضواء بصناعة هدفين والمساهمة في ثالث ليؤكد للمدرب فرانك لامبارد ولجماهير الفريق اللندني أنه صفقة رابحة. يومية بيان اليوم تطرقت لتسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم. الصحيفة نقلت عن الجامعة الملكية المغربية للعبة توضيحها في بيان أن المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة المنتخب الوطني للاعبين المحليين والتي كانت متواجدة في عاصمة دولة النيجر نيامي كشفت عن إصابة لاعبين ويتعلق الأمر بكل من أيوب القاسمي وإسماعيل خافي. دوليا هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني تصدرت عناوين الصحف المحلية. يومية آس لسان حال النادي العاصمي تحدثت عن سقوط ريال كارثي أمام فالنسيا برباعية وأشارت إلى أن المرة الأولى في تاريخ الريال التي يتم فيها احتساب 3 ضربات جزاء ضده في نفس المباراة. يومية سبورت وفضلاً عما وصفته بالإخفاق الكبير للريال توقفت عند إجراء نجم البارسا صاعد أنسو فاتي لعملية جراحية في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى إثر إصابته في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري. الصحيفة الكتالونية سلطت الضوء أيضاً على فوز سلوفيني بريموز روجليتش بطوافي إسبانيا للدراجات الهوائية. وإلى إيطاليا حيث لا غازيتا ديلو سبورت أوردت أن التعادل حسم مباريات كل من اليوفي أمام لاتسيو والإنتر أمام أتلانتا والميلان أمام هيلاس فيرونا في الدوري. الصحيفة ذكرت أن السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أهدر ضربة جزاء قبل أن يعود في الدقيقة 90 ليمنح فريقه الميلان التعادل، فيما وجهت رسالة إلى مدربي اليوفي والإنتر وكتبت بيرلو وكونتي هذا لا يكفي. والختام من إنجلترا، ميرور سبورت اهتمت بمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول برسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وعنونت آلام جنونية. الصحيفة توقفت أيضا عند الجدل المرتبط بجدول مباريات البريمير ليج وكتبت أن كلوب وغوارديولا شاطر مدرب مانشستر يونايتد سولشاير انتقاداته لجدول المباريات المزدحم وسوء المواعيد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.